للمزيد ينضم إلينا من نجني نوفغورود مراسل القاهرة الإخبارية حسين شيك على الهواء مباشرة. حسين، أبرز ما طرح في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس لوزراء خارجية البريكس. نعم أحمد، الاجتماع لا زال حتى هذه الساعة متواصل بين وزراء خارجية دول مجموعة البريكس، هم في القاعة التي أقف أمامها مباشرة. بالاجتماع يجري برئاسة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. تم خلال هذا الاجتماع مباحثات عدة ملفات، أهمها الملف الفلسطيني وقضايا التعاون فيما بينهم، بالإضافة أيضا إلى مسألة تبادل التجارة بالعملات الوطنية لكافة البلدان. وزير الخارجية سيرجي لافروف في مستهل الجلسة أكد على أن رغبة عدد من الدول الانضمام إلى مجموعة البريكس، يؤكد الدور الذي لعبته هذه المنظمة، وأيضا يؤكد نجاح قمة البريكس ومجموعة البريكس على الصعيد العالم، وأن التعددية القطبية ستكون هي سيدة الساحة الدولية في المستقبل، وأن القطب الواحد قد يتم إزالته خلال السنوات المقبلة. أيضا لافروف أشار إلى عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع بلدان مجموعة البريكس. وعلى هامش هذه القمة أيضا أحمد، التقى وزير الخارجية الروسية مع نظيره المصري سامح الشكري، وتم بحث قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث حث الجانب الإسرائيلي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل سريع، وضرورة أيضا السماح بإيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة القضية الفلسطينية أحمد تعتبر من أكثر الملفات الطاغية على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة السبع. بطبيعة الحال هذه القضية ليست وحدها من القضايا التي تشغل هذه الدول، إنما هناك عدة ملفات يتم بحثها من قبل وزراء خارجية مجموعة البريكس، إضافة إلى الملفات الاقتصادية. فمن هذه القاعة أحمد نتحدث عن أن روسيا لربما الآن بدأت تتحول في سياستها الخارجية إلى منطقة الشرق وإلى منطقة الشمال والجنوب، أي بعيدا عن الدول الأوروبية والدول الغربية، بعد فرض هذه الدول عقوبات على الاقتصاد الروسي. يبدو أن أحد الوزراء فرغ من اجتماعه أو من جلسته في هذه اللحظات، يقف بعض الصحفيين من خلفك. حسين، سنتابع معك بطبيعة الحال مزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة للنظر فيما انتهى إليه اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس. من نجني نوفغورود، حسين شيك مراسلنا على الهواء مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا.